السلام. ودابا نقدر نقول لكم ان هذا من بين احسن الفطورات اللي جربت هذا العام في مدينه قنيطره عند بدر الشام، واللي كيبقى من افضل المطاعم المتميزه في الاكل الشرقي في مدينه قنيطره، واللي الاثمنه ديال الفطورات عندهم كتبدا ابتداء من 49 درهم حتى 139 درهم. اما بالنسبه للفطورات عندهم فمتنوعه بزاف، ونقدر نقول لكم غتبقى هذه من بين احسن التجارب اللي خديت هذه المره، وراه كيتميزوا ايضا بالسيرفيس ديالهم اللي كيتعتبر من بين احسن لي سيرفيس. اما بالنسبه للفطور اللي جربت انا فكان هو فطور شاورما دجاج، واللي الثمن ديالو 89 درهم، واللي فيه التمر، الحليب، شوربه عدس او الحريره، البيض، الشباكيه، التوميه والسلطه، زائد الخضر مع طبق شاورما عربي دجاج، زائد الارز او الفريت وماء معدني. الصراحه البنه راه كاينه، وكيتعتبر هذه من بين احسن الشاورما اللي جربت هنا في مدينه قنيطره. ونزيدكم راه كيتميزوا ايضا باحسن سيرفيس واحسن لي شيف اللي تبارك الله عليهم، داكشي عندهم متقون. وهذه تبقى من بين احسن التجارب اللي خديت هنا في مدينه قنيطره عند افضل المطاعم الشرقيه. والبلاصه فين كاين؟ راه كاين في قنيطره في شارع محمد الخامس قرب اسواق السلام. ما تنساوش اونغوجيستريو فيديو حتى تحتاجوا ليه، وبارطاجيو مع الناس اللي تبغيو تجيو معاكم. تهلاو.